تأثر المؤتمرات بمراكش ووصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية الرسمية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير الشباب والثقافة والاتصال ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش وعدد من الشخصيات. كما تقدم للسلام على سموه نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ومستشارة رئيس المؤسسة وباقي أعضائها. وبالقاعة الشرفية للمهرجان تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته العشرين التي تترأسها الممثلة والمنتجة الأمريكية جيسيكا تشاستن. عدد من النجوم السينمائية العالمية وشركاء وطنيون وأجانب يحضرون في هذه التظاهرة السينمائية التي يتعزز إشعاعها كمحطة سينمائية دولية دورة بعد أخرى. جسر سينمائي ثقافي يربط بين مختلف ثقافات العالم، له بصمته في عوالم الفن السابع عالميا، وهو حافز لتطوير الصناعة السينمائية وطنيا. تظاهرة جعلت بين أهدافها الارتقاء بالأعمال السينمائية الجيدة والمساهمة في الرفع من المستوى الفني للسينما العالمية عبر استضافة أكبر الإنتاجات العالمية ودعم الطاقات الشابة. وجوه وأسماء عالمية مرت من هنا من مراكش وما تزال تحضر دورة بعد أخرى تأكيدا على مكانة هذا المهرجان الذي نجح في الترويج لصورة المملكة والتعريف بها. الدورة العشرون للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تتويج لمسار حافل هو إضافة نوعية ببصمة مغربية رائدة تؤكد مكانة المملكة وإشعاعها الثقافي والفني.